كانوا يعتمدوا على آبار الجمع اللي هو يحفروا بير ويجمعوا فيه مياه الأمطار، يعني فيش دار إلا في إلها بير. كان في المدرسة القديمة والمدرسة اللي بنوها جديد، كان في مسجد، بعدين كان في يعني دكاكين، يعني يقال إنه في 12 دكان، بعدين كان في مقهى، هذا في أواخر 47-48. عنابة هجرت في ليلة 9/10/48. قاوموا أهل البلد، قاوموا مقاومة شديدة. هاجموا اليهود عنابة من البرية ومن القباب، هاجموا في الليل، وطبعا مدافع مورتر، مدافع هاون، برنات، البلد ما كان فيها غير السلاح الخفيف كبقية القرى، يعني كبقية القرى.